السلام عليكم، حياك يا صاحبي. زي ما انت شايف معانا يونيك ارمور ست جديد. صراحة شكله جميل جدا وخرافي، من اجمل الارمور ست اللي شفتها صراحة في الاضافة الى الان. اسمها اوث سيكر ارمور ست، مكانه مرة بسيط. وفي نفس الوقت عندنا السلاح تبع الارمور ست نفسه اللي هو بيتا، اتوقع كذا اسمه. سلاح مرة 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 جميل. لما انت تستخدمه دوال زي ما انت شايف، السلاح سريع جدا ودمجه مرة عالي. طبعا السلاح يعتبر equal quality strength و dex، فزي ما انت شايف الدمج عندي 417. بالنسبة لليونيك سكيل تبع السلاح تو زي ما انت شايف يعطي زي الثرست اتاك. السلاح انا جربته مرة مرة جميل، حوريكم بعض اللقطات له. الكابيتال مرة جامدين دول، يخرب بيت السلاح. طيب يا رب يا رب سوي لك. ومكانه مره سهل، حوريكم اياه الحين. طبعا هذه منطقه البدايه، اول ما تبدا في عالم الشادو ريل، اتوقع كذا اسمه الريل اوف شادو. حتمشي طبيعي، موضوع مره بسيط، الين تقريبا الجريس هذه. حتقابل هنا برضو ام بي سيز، فعل الجريس ادخل هنا مع البوابه، حيطلعك الطريق. وما في طريق واحد اصلا، حيطلعك الين الجريس هذه. اوكي، بعد ما تطلع من هنا حوريك الطريق انا يا صاحبي. يلا ليتس جو. تقريبا احنا هنا وصلنا للمكان، حتلاقي الارمور سيت موجود هنا مع السلاح. ولما تنزل هنا حيرجعك على منطقة البداية مباشرة.